قلنا لكم ان احنا هنعمل حلقتين عن مستشفيات مصر. هي بقى دي مستشفيات مصر، موضوع كبير فعشان كده مش عارف ناخده في حلقه واحده، فعشان كده عملنا الحلقه الثانيه دهيت. هي مستشفى المستشفيات حكم المباني المهوله، حكم عدد التخصصات اللي تقريبا ما فيش مرض في العالم ما بيتعالجش هنا، بحكم انه ناس كتيره قوي يا اتخرجت من هنا يا بتيجي هنا تتدرب، بحكم عدد مهول من المرضى بييجوا هنا علشان يتعالجوا. وكمان في ما هو اكتر من كل ده، ان المستشفى مش واقفه. انا رسالتي بس لحضراتكم، لو كان ليا رساله خدوا بالكم منها، اجدادنا بنوها وابائنا رعوها، احنا مطالبين بان احنا نكمل البنى. تكميل البنى ده مش بس بالدعاء، ولا ان احنا بنعامل الناس دي معامله طيبه، ولا نشكرهم على حسن مجهودهم وتعبهم معانا، ولكن كمان الدعم المادي، الفلوس ضروري جدا جدا جدا. شوف حضراتكم بعد الحلقه عشان اقول لكم قد ايه احنا شاكرين للناس اللي بتشتغل كده.